قصتك انت يا مران مع الباسكت بدأت ازاي؟ ضمتي للاهلي ازاي؟ لعبت فين؟ القصه كانت عامله ازاي؟ انا بدأت باسكت وانا عندي 5 سنين. ما شاء الله. كنت بلعب في نادي الشمس وبعد كده نادي سافرت. الشمس ده ولاد في كل اللعبات ما شاء الله، حاجه جميله. واسامه ابو زيد عامل شغل هايل هناك. ايوه، بعد كده سافرت امريكا 4 سنين والله دراسه ولعب، آه. وبعد كده رجعت ورحت النادي الاهلي. حلو قوي. يعني دي 3 سنة ليا في نادي ايه الاهلي اللي كمان. جابك بقى على النادي الاهلي؟ هو انا من زمان كان نفسي اجي النادي الاهلي، ودي كمان كانت رغبه والدي الله فعلا يرحمه. كان حابب ان انت تيجي النادي الاهلي، فما جه النادي الاهلي فرحتي. مين اول حد كلمك عشان تيجي النادي الاهلي؟ كابتن طارق اول لما رجعت من السفر كابتن طارق. كلمني. كنت مراقبها متابعينها. انا متابعها من وهي في 18 سنه بتلعب منتخب. شكلها صغير قوي 18 سنه. هي 18 سنه، هي ما نزلتش على 18 سنه. تحت 18 من سنه يعني. اقف يا عم. 25. انا كبيره دلوقتي. كام سنه؟ من سنه 25. بجد والله؟ لا خلاص، هم 18 سنه. هم 18 زادي سنه. ما شاء الله. انا متابعها من وهي بتلعب بطوله افريقيا في مصر، هي تحت 18. لحد ما احنا بقى بنسال مين الناس اللي مسافره اللي ممكن يخلصوا جامعه. هي لعيبه ملتزمه مميزه، وحش زي ما بيقولوا يعني. راجل يعني بلاش يا عم الراجل دي يا عم، قلنا وحش بقى بحاجه غريبه جدا. وحش. وانا بحب النوعيه دي. هي ملتزمه جدا واضافه طبعا لينا، وكنا في صراع ما بيننا وما بين سبورتنج عيالين. والله سبورتنج عيالين في الباسكت. هي رغبه باباها هي اللي حسمت الامور. ما شاء الله. واضح انه اهلاوي شديد. لا زملكاوي تقريبا. اهلاوي ولا زملكاوي؟ لا زملكاوي. بس بقى كان عايزك اهلي. لا بس لا خلاص لا. جيت انت الاهلي بقى اهلاوي ولا لسه ستيل زملكاوي؟ الله يرحمه بقى. الله يرحمه. ربنا يرحمه. انا متاسف انت